يقول يفد على بلدنا جماعة التبليغ فنجلس معهم ويدعوننا إلى الخروج معهم ونحن ليس على علم بالدعوة، فما حكم خروجنا معهم ومناصرتهم؟ ابقوا في بيوتكم وبلادكم ومساجدكم واعبدوا الله ولا تخرجوا، هذا الخروج بدعة ما أنزل الله به من سلطان، فابقوا في بلدكم وفي بيوتكم ومساجدكم ومع أولادكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتطلبون العلم ولا تخرجوا مع أحد.